يقول في البلد الذي لا يوجد فيه علماء هل يتعلم الطالب على الأشرطة العلمية التي شرحها العلماء كشروحاتكم وشروحات سماحة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه؟ ما يتعلم الإنسان على الأشرطة أو على الكتب، لكن يستفيد منها فقط، أما أنه يتعلم عليها لا، لكن كونه يسمعها ويستفيد منها لا مانع من ذلك، استفادة لا تعلم. نعم، تعلم إنما يكون على العلماء.